اللي وقع هاد اليامات في الراب المغربي مزيان للراب، غيزيد بالراب شويه ويزيد للبيبليك، وهادشي راه عادي وقع في ميريكان عادي. الكلاش راه داخل في الثقافه ديال الهيب هوب، ومزيان هادشي يبقى غير في الموسيقى. الكلاش حيت الكلاش خاصو يبقى محصور غير في الموسيقى، ما يوصلش داكشي للزنقه وداكشي ديال السطوريات وانا نجي عندك هنا. وانا هو الكلاش بين لي زارتيست ما كاينش غير في الراب بوحدو، يعني كاع لي زارتيست يطراو بيناتهم مشاكل تيبانو لك، تيدقوا على بعضياتهم في السطوريات وهكا. بالنسبه للكلاشات انا مع الكلاشات، يعني راه حاجه عاديه، غير هو ما يقيش الوالدين وما يقيش الزوجات ديال لي رابور ديالنا بيناتهم، يعني يبقى داكشي ارتستيكمون. ما تعرفش دابا هادي واش لعبه لاعبينها بيناتهم، باش يعرف بنادم بلي ما يمشيش يتلاح، فهمتي؟ يعني الكلاشات راه ممكن يكون داكشي مخدوم بيناتهم، كما قلنا كنسمعوا مسلم البيك، فهمتي؟ داروا واحد الضجه، ولكن في الاخر راه كيبقاو خوت وصحاب، فهمتي؟ داكشي كان في صالحهم هما بجوج انهم يديروا البوز ويطلعوا واحد الوقيته في الطوندونس. دابا راه تقلبات الوقيته، فهمتي؟ دابا بيك دروس هادي وهادي وهادي كاملهم روابا كيبقاو مغاربه، فهمتي؟ وهذا شرف لينا وكيشرف الراب المغربي، وكما كنقول لك ديما شادين طوندونس، راه دربح لينا اي دومين، فهمتي؟ اي دومين كتلقى فيه كلاشات، سواء تلقى كلاش صاحب بيناتكم اصدقاء، فهمتي؟ يعني الكلاش ما محدودش غير في الموسيقى، في اي مجال تلقى كلاش. ممكن كلاش واقع لك بينك وبين المدير ديالك، فهمتي؟ ما الصباح غيدوز تلوح ليه جوج كلمات وغيتنغم. هادشي راه كبحال قلتي شعر، فهمتي؟ كلمات وقوافي ومعاني، غير هادشي بقى محدود حبيبي، فهمتي؟ ما يتقاسوش الوالدين وما يتقاسوش الزوجات ديال الروابا ديالنا. ديجا هادشي مزيان، هاد الكلاشات اللي كيكونوا بينا في الروابا، هادشي راه تيعاون الموفمون ديال الراب المغربي باش يزيد لقدام، فهمتي؟ ماشي ديما يتفقوا المواضيع الاجتماعيه، فهمتي؟ مزيان يكونوا بحال هكا كلاشات بين الدراري، باش نيت الدراري يخدموا، يكون شويه ديال الحماس شويه ديال الانرجي باش يخدموا، باش يكون شويه ديال البوز. الا فدينا البال اليوتيوب تقريبا هاد الايامات، راه ملي بدات 2019 الراب المغربي هو ديما اللي كان في الاول في الطوندونس. بالنسبه لهاد القضيه هادي ديال بنادم كيكلاشي بزاف، فهمتي؟ كاين كتلقى عنده الديسك كامل وكيكون بالكلاش، سا دي بوان كل واحد ولونتوراج ديالو، فهمتي؟ كل واحد شنو كيعيش في الداخل ديالو. كاين بنادم دابا كيبقى فيه الحال في اللعيبات، فهمتي؟ ما كيلقاش فاش يفرق داكشي اللي كاين الداخل ديالو، كيلقى راحتو في الراب بالكلاش وداكشي. سينو كاينين واب اخرين، فهمتي؟ راه كي فهمتي راه هما كيتفقوا بزاف المواضيع الاجتماعيه، فهمتي؟ كل واحد وفاش كيلقى راحتو، فهمتي؟ حيت الراب هو واحد الميساج، داكشي اللي كيكون في الداخل ديالك كتوصلو للبيبليك ديالك. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.